عند الطبيب البيطري. الكلب بوبي حارس أمين لضيعتنا، يقف ببابها رقيبا يملأ الدنيا نباحا كلما اقترب غريب منها، ويكون أكثر يقظة في الليل مخافة أن يتسرب إلى الضيعة ثعلب ماكر أو ذئب غادر. في أحد الأيام كسرت رياح قوية غصن شجرة، وقع على بوبي فشله عن الحركة. رافقت أبي وحملنا بوبي إلى عيادة البيطري. في باحة الاستقبال رأيت الكثير من الحيوانات مع أصحابها. هذا قط غائر العينين، وهذه شاة جاثمة على الأرض لا تستطيع الوقوف، وهناك قرد لا يقوم بحركاته البهنوانية المضحكة، وبقربه حمار ينزف الدم من ساقه. في غرفة الفحص لم ينبح بوبي ولم يبتعد عن البيطري حين ربت على ظهره الناعم وشرع في فحصه. لعل بوبي تذكر المكان والشخص، فهو من لقحه ضد داء الكلب قبل شهر مضى. بعد الفحص قال البيطري: بوبي بخير، لم يصب بأي كسر، فقد تورمت عضلات فخذه الأيمن، يحتاج إلى بعض الدواء والراحة ويعود إلى سابق عمله. في طريق العودة إلى ضيعتنا قلت لأبي: ما أروع ما يقوم به الطبيب البيطري، يفحص الحيوان ويعالجه، مع أن الحيوان لا يستطيع أن يشرح للطبيب حالته ولا موضع آلامه ولا ما يعانيه. قال أبي: الطبيب البيطري يعرف معاناة الحيوان مع المرض بفضل علمه وخبرته، وهو لا يشتغل في عيادته فقط، بل يتفقد الضيعات ليلقح المواشي والدواب ضد الأمراض التي تفتك بها، كما يتفقد مزرعات الدواجن ليحميها من الأوبئة التي تؤدي إلى نفوخها، ويراقب لحوم المواشي المذبوحة في المجازر ليستهلك الناس اللحوم السليمة من المرض، ويعالج الأبقار التي تتعرض ضروعها للجراثيم فلا يشرب الناس الحليب الملوث. قلت: عمل البيطري إنساني أيضا، إنه يهتم بالحيوان ويحمي الإنسان. بعد أن قرأنا النص الآن سنجيب عن أسئلة أنمي معجمي. أولا: أختار الشرح المناسب لكل كلمة كتبت بالأخضر. جثمة هي لصق بالأرض، داء يعني مرض، تورمت انتفخت من مرض، نفوق موت الحيوان. ثانيا: أذكر كلمات من عائلة شربش، عائلة يعني ألعب بالحروف فقط: مشروب، شراب، شربة، شارب. ثالثا: أستخرج من الفقرة الأولى مرادفات الكلمات الآتية: حارسا، رقيبا، يتسلل، يتسرب، مخادع ومراوغ، ماكر وغادر، سقط، وقع. أفهم. رابعا: أجيب. متى يملأ بوبي الدنيا نباحا؟ الجواب: كلما اقترب غريب من الضيعة. ما الحيوانات التي كانت في عيادة البيطري؟ جواب: القط والشاة وقرد وحمار. ماذا سقط على بوبي؟ الجواب: سقط على بوبي غصن. كيف يعرف البيطري معاناة الحيوان؟ جواب: بعلمه وخبرته. خامسا: أذكر حالة كل حيوان من الحيوانات التي أحضرها أصحابها للعلاج: قط غائر العينين، قرد لا يقوم بحركات مضحكة، شاة جاثمة على الأرض، حمار ينزف الدم من ساقه. سادسا: الكلب بوبي ظل هادئا بين يدي البيطري، أذكر سبب ذلك. السبب: إنه تذكر الشخص والمكان. سابعا: أضع علامة في أمام المهمة التي يقوم بها البيطري ولم تذكر في النص: يفحص الحيوانات المتوحشة، يجري العمليات الجراحية للحيوانات. ثامنا: أقرأ كل فقرة من فقرات النص، وأتعاون مع زملائي على اقتراح عنوان لكل فقرة ثم أكتبه. أولا: إصابة بوبي أثناء حراسة الضيعة. ثانيا: بوبي في عيادة الطبيب البيطري. ثالثا: تذكر بوبي الطبيب. رابعا: مهام البيطري. تاسعا: في النص مرض يسمى باسم الحيوان المتسبب فيه، أستخرج اسم هذا الداء وأبين كيف أتجنبه. اسم الداء
داء القلب أتجنبه بالتلقيح ضده. أنتج أقترح عنوان آخر للنص. عنوان آخر: الكلب بوبي أو الطبيب البيطري. أستعين بعناوين الفقرات التي كتبتها وألخص النص. تلخيص النص: سقط غصن شجرة على الكلب بوبي، فأخذناه أنا وأبي إلى عيادة الطبيب البيطري، وعندما كان يفحصه لم ينبح بوبي، لعله تذكر الطبيب الذي لقحه ضد داء الكلب، وأخبرنا الطبيب بأن الكلب بوبي تورمت عضلات فخذه الأيمن ويحتاج إلى الراحة. بعد مغادرة العيادة أخبرني أبي بمهام الطبيب البيطري المتعددة.